المزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ محمد وكل مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك دكتور. بداية، كيف يمكن لتصعيد العدوان الإسرائيلي أن يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، وهذا ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا؟ طبعا أستاذ محمد، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، ومصر حذرت كثيرا من مخاطر توسع الصراع الإقليمي، لأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو يغذي بيئة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، وهذا يقود إلى مزيد من التوتر ومزيد من مخاطر توسع الصراع الإقليمي، وهو ما شاهدناه حاليا ومؤخرا خلال الشهور الماضية. وبالتالي كان التحرك المصري حقيقة ضمن مسارات التحرك ضد العدوان الإسرائيلي على المسار الأمني، وهو طبعا رعاية المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتواصل والاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين. إضافة أيضا على هذا المسار، تحركت مصر بالتعاون مع الشركاء سواء الإقليميين أو الدوليين، ومنهم بالطبع العراق، لمنع توسع الصراع الإقليمي. هذا أيضا تزامن مع تحرك مصر على معالجة الصراع من جذوره، هو العمل على الحل السياسي وإطلاق مسار للمفاوضات يفضي إلى قامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، خاصة أن كل ما يحدث. دكتور، لتبقى معي نأخذ هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل، وقال جيش الاحتلال إن صواريخها انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن جميع المدنيين في الملاجئ، حيث دوت صفارات الإنذار بالمدن الإسرائيلية. من جانبه، هدد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل باستهدافها مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم. نعود إليك دكتور مرة أخرى، وكيف تعلق؟ طبعا هذا الخبر العاجل هو يعني مرتبط بما كنا نتحدث عنه محمد، وهو مخاطر توسع الصراع الإقليمي ودخول إيران على الخط، لأن الرد، هناك رد مضاد وثم الرد على الرد، ثم يدخل الجانب الأمريكي في إطار دفاع عن إسرائيل، وبالتالي هنا المنطقة باتت مفتوحة على مصراعيها أمام جميع الاحتمالات، وهو أمر ينظر بعواقب وخيمة. وبالتالي هنا كان التحرك المصري حقيقة لنزع فتيل الانفجار في المنطقة، لمنع انزلاق المنطقة إلى حافة الهوية من خلال المقاربة المصرية الشاملة التي تمثل تيار الاعتدال والسلام والاستقرار في المنطقة، في مقابل الآن أن نرى أن هناك تيار التطرف يقود المنطقة إلى الهوية ويشعل الحرائق، سواء في إسرائيل واليمين المتطرف الذي فتح جبهة لبنان لصرف الأنظار عما يحدث من جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب يعني العام الأول على مشاريفه بعد حرب طويلة شعواء ضد الشعب الفلسطيني، يريد أيضا تغيير معادلات المنطقة واستخدام القوة لفرض الأمر الواقع، وهو حقيقة ما سيعني أننا مزيد من التصعيد وأن الأمور باتت مفتوحة. رأينا أن دخول إسرائيل كانت تعتقد أنها ستدخل قطاع غزة وتنهي أهدافها حتى المعلنة في بضعة أيام أو أسابيع أو حتى شهور، ندخل العام الثاني ولم تحقق إسرائيل أي إنجازات أو أي أهداف التي أعلنتها فيما يتعلق تحديدا بتحرير الرهائن، وبالتالي هي تدخل جبهة لبنان، وهذا أمر أيضا سيعني أننا أمام صراع مفتوح بالطبع سيدفع ثمنه بالأساس الشعوب المنطقة، خاصة الشعب اللبناني الشقيق الذي يواجه تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية وتحديات أيضا مرتبطة بالنظام الصحي حقيقة الهش، في ظل تزايد عدد الضحايا واستخدام إسرائيل سياسة القتل الجماعي والاستهداف الشامل لكل المدنيين، ولا تميز بين مدني وغير مدني، وبالتالي ما رأيناه خلال الأيام الماضية. ومن هنا كان التحرك المصري حقيقة وعلى كل المسارات، ومنها بالطبع التنسيق المصري العراقي الذي يعكس أمرين. الأمر الأول هو حرص مصر دائما على توحيد وتنسيق الصفوف العربية والمواقف العربية وتعزيز الجبهة العربية لدعم الشعب الفلسطيني، دعم حقوق المشروعة للعمل على وقف العدوان. الأمر الثاني أيضا بيعكس ثقة مصر وثقة العراق فيما يتعلق برؤيتهما القائمة على الاستقرار ومنع توسع التصعيد، لأن هذا التصعيد حقيقة يضر بكل شعوب المنطقة، بكل بدول المنطقة سواء والدول الأخرى. وبالتالي كان هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي السيد محمد شجاع السوداني بيعكس تحركات مصر الدائمة، لأن القضية الفلسطينية لا تغيب لحظة واحدة عن تحركات واتصالات القيادة السياسية والرئيس السيسي ومصر، بما يعكس حقيقة حرص مصر الدائم على دعم الشعب الفلسطيني من ناحية ووقف هذا العدوان من ناحية أخرى، ثم من ناحية ثالثة العمل على منع توسع الصراع الذي نرى الآن بوادره أنها تنفتح، وبالتالي إذا اندلع الصراع
لا يمكن السيطره عليه او معرفه نهايته، وبالتالي لكن في تحديث الاخبار دكتور احمد، وكما تتابع معي شاشه اكسترا نيوز، جيش الاحتلال يتحدث عن صواريخ انطلقت من ايران باتجاه اسرائيل، ويتحدثون عن 200 صاروخ، فيما الحرس الثوري الايراني يتوعد بالمزيد من الضربات في الفترات المقبله. هل ترى ان الامور ترشح لزياده التصعيد؟ انا في اعتقادي اليمين المتطرف الحاكم الان في اسرائيل يقود المنطقه الهويه، لا توجد لديه خطوط حمراء ولا توجد لديه اي قواعد، هو تجاوز كل قواعد الاشتباك التقليد. هو بالطبع سيتخذ من هذا الرد الايراني الذي حتى الان لا نعرف مدى تاثيره ومدى اصابته لاهدافه او مدى طبيعته بالتحديد، لكن على الاقل هذا الرد اتخذه حكومة نتنياهو للظهور أمام العالم، خاصة الجانب الأمريكي، ليقول أن إسرائيل تواجه تهديدات وأنها تدافع عن نفسها، وبالتالي المزيد من الابتزاز السياسي للجانب الأمريكي، خاصة أن نتنياهو في الكونجرس الأمريكي وفي الجمعية العامة ادعى كذبا وزورا أنه يدافع عن العالم ضد ما يسميه الإرهاب، أنه يدافع عن الشعب الأمريكي، أنه يدافع عن أو يدعو إلى السلام، وكل هذه الأكاذيب، وبالتالي سيتخذ من هذا الرد الإيراني وهذه الضربات الصاروخية هي وسيلة لمزيد من العنف ومزيد من التصعيد ومزيد من إشعال الحرائق، وبالتالي تدخل المنطقة في نفق مظلم، وهو ما حذرت منه مصر حقيقة، خاصة في ظل الصراخ الدولي، في ظل الازدواجية الأمريكية، في ظل تحركات غير فعالة من الجانب حتى الغربي، الجانب الأوروبي، وبالتالي لم يعد هناك رادع قوي، سواء رادع قانوني او رادع اخلاقي او رادع سياسي لحكومه الحرب الاسرائيليه التي بات يعني تاكد انها تراهن على اشعال الحرائق كما راينا في فتح جبهه. لكن اشعال الحرائق ربما يصل الى من اشعلها، يعني نتحدث بعد ايام قليله 4 أو 5 أيام عن مرور سنه كامله على طوفان الاقصى يوم السابع من اكتوبر في العام الفائت، الآن نتحدث عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، بالإضافة طبعا دكتور أحمد للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في سنة كاملة حربه للفصائل الفلسطينية. إلى أي مدى تشكل الضغوط الاقتصادية عبئا على اليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي؟ بالطبع هذا كلام حقيقي أستاذ محمد، ومهم ونقطة مهمة بالطبع، لأن هناك تكلفة كبيرة، يعني الادعاء بأن إسرائيل صحيح دمرت قطاع غزة وصحيح قتلت الآلاف من النساء والأطفال، لكن على الأطفال في المقابل هناك تكلفة متعددة، أولا تكلفة اقتصادية باهظة في تراجع الاستثمارات الإسرائيلية، تراجع وتوقف السياحة إلى داخل إسرائيل، أيضا تراجع تصنيف إسرائيل، هناك خسائر ما يقارب أكثر من 60 مليار دولار نتيجة لإغلاق الآلاف من الشركات، هناك خسائر أخرى متعلقة بالهجرة العكسية من إسرائيل واليهود إسرائيل إلى الخارج كما كان يحدث في السابق، كان يأتي المهاجرين إلى إسرائيل، هناك أيضا تكلفة سياسية متعلقة بعزلة إسرائيل دوليا، إسرائيل الآن باتت في نظر المجتمع الدولي كله ربما باستثناء أمريكا أو بعض الدول هي دولة تمارس البلطجة القانونية، دولة تنتهك كل القواعد والأخلاق القانونية فيما يتعلق بحق النساء والأطفال وانتهاك القانون الدولي الإنساني، وهذا ما رأيناه في هذا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها على قرار إنهاء الاحتلال وفي أقل من عام، ثم أيضا الدعم لصالح فلسطين للحصول على أضوية كاملة، وبالتالي إسرائيل الآن بدأت دولة منبوذة هي فقط لا تراهن إلا على الجانب الأمريكي الذي يدعمها سياسيا واقتصاديا، أيضا هناك تكلفة خاصة بالجانب الأمريكي، إسرائيل أضرت بصورة أمريكا في العالم سواء الصورة المتعلقة بدورها في حماية حقوق الإنسان وبالتالي الازدواجية الأمريكية والدفاع عن حقوق الإنسان والشعارات الديمقراطية كلها سقطت في قطاع غزة بسبب هذا الموقف، سواء متعلق بالتغاضي عن جرائم إسرائيل أو دعم إسرائيل أو تسيير الحماية لها كما رأينا انتفضوا في أوكرانيا ولم ينتفضوا مع الشعب الفلسطيني، أضر أيضا بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، كل هذا له تكلفة كبيرة، ومن يعتقد أن إسرائيل يتفادت أو استخدمت القوة المفرطة والقوة الأمريكية في ضرب وتوجيه ضربات للجانب الفلسطيني والجانب اللبناني لا اعتقد ان هذا يمثل انجازا كبيرا، لان هناك خسائر مقابله، هناك دعم للقضيه الفلسطينيه، وبالتالي كل هذا سيعجل بنهايه هذا الاحتلال، لان القانون البشريه الذي عرفناه دائما ان الاحتلال زوال، ان سياسه القوه لا يمكن ان تفرض الامر الواقع او تخلق شرعيه جديده، الشرعيه والحق هو مع الشعب الفلسطيني، هذه قوات احتلال مهما حاولت من فرض وقائع جديده او محاوله تدمير غزة أو إشعال الضفة الغربية أو احتلال أجزاء في جنوب لبنان لا يمكن أن تفرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي هنا تظل الدوامة، تظل البيئة الصراعية، وهذا ما حذرت منه مصر، بمعنى
أن كل ما حدث هو عرض لمرض، أن المقاومة المصرية تقوم على معالجة المرض الحقيقي وهو إنهاء الاحتلال، وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، إقامة الدولة الفلسطينية. هذا هو العلاج الأساسي، وبدون ذلك ستظل المنطقة تعيش في جولات من الصراع والعنف والتصعيد الذي يدفع ثمنها بالأساس الأبرياء والمدنيين. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.